بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. بإذن الله النهاردة اسمحوا لي ان احنا نكمل السلسلة اللي بدأناها، شغل تريكو. هنعمل النهاردة بإذن الله الغرزة المقلوبة، وهي من أساسيات الشغل بتاعنا. نبتدي كده نسمي الله. هعمل عودة البداية البسيطة اللي احنا متعودين عليها، عودة عادية خالص اهي. بربط الخيط على الابرة بس، ما نعقدش الشغل خالص معانا، عشان احنا طبعا ايه لسه مبتدئين او مبتدئات. نبتدي كده حبايبي، هنعمل كذا غرزة كده عشان نعمل عليها النموذج بتاعنا زي ما احنا متفقين اهي كده. وندخل الابرة في الدايرة اللي عملناها، وبالايد اليمين وبنعمل لفة، ونرجع الايه الدايرة تاني على الابرة، تبقى دي تاني غرزة، عشان اعتبرنا ان غرزة عقدة البداية اللي هي الغرزة الاولى بالشكل ده اهي. لفة و نرجع تاني الايه الدايرة على الابرة، وهكذا اهي ترى دي. بسم الله هنعمل كذا غرزة كده. وبرضو معانا الابر اللي هي 5.5، ومعانا الخيط بتاعنا خيط متوسط السمك بالشكل ده اهو كده. حلوين اول ايه عدد الغرز دي عشان نعمل عليها النموذج بتاعنا. هنبتدي كده حبايبي، ناخد الابرة بقى التانية عشان ننقل عليها. انا الابرة اللي في اليمين هي اللي بنقل عليها الشغل بتاعي، واللي في الشمال بسحب منها، وعندنا الخيط الاساسي اللي هو في الشلة بتاعتنا. هنبتدي كده مع بعض. دي دلوقتي الغرزة المقلوبة، الغرزة المقلوبة الخيط بتاعي بيبقى في الأمام كده اتجاه ليا، يعني هاجي أدخل الإبرة من ايه من أعلى لأسفل بالشكل ده في أول غرزة بالطريقة دي كده تمام. هبتدي الخيط موجه ليا، الخيط أهو تمام. هلف الخيط حوالين الإبرة اللي هنقل عليها، الإبرة الفاضية اللي في ايدي اليمين بالشكل ده، وارجع الايه الغرزة اللي انا لفتها، وبإيدي كده اسحب الغرزة مع الإبرة الشمال بالشكل ده. يبقى دي اول غرزة، وبإيدي اقرب ايه اقرب الغرز، بس انا ماسكاها ما تفلتش مني. ادخل الغرزة التانية اهي، والخيط معايا الفه على الابرة اليمين بالشكل ده بالطريقة دي كده. هبتدي تاني، الابرة تدخل من اعلى لاسفل، والخيط بالشكل ده الفه على الابرة الايه اللي بنقل عليها بالطريقة دي كده. بالشكل ده اهو، ارجع اللفة واطلع الغرز تاني اهي من اعلى لاسفل، والخيط معايا قدامي اهو، الف على الابرة الايه اللي بنقل عليها، وبايدي كده ارجع الايه الابرة بالراحة واسحبها كده تمام. تاني دخل الابرة من اعلى لاسفل، والف الايه الخيط حواليها، وارجعها باللفة بتاعتها، واسحبها من الايه من الشمال اهي بالشكل ده.
كده طبعا مقربة الغرز قوي، مقربها للكاميرا مش تبقى واضحة. تاني احنا شغالين في اول سطر اهي، الف الخيط وارجع الغرز بالشكل ده. تاني اهي الف الخيط بالشكل ده، كده الف الخيط بالطريقة دي كده. دي اول ايه، اول سطر معايا. طبعا الخيط ده في النهاية، الخيط اللي هو خيط غرز البداية في النهاية ايه، بدككه في الشغل بتاعي ما بيبانش خالص. وده كان اول سطر، نبتدي نعمل مع بعض تاني سطر. بسم الله الغرزة بدأت توضح اهي، تاني سطر ايه هيوضحها اكتر. هدخل الابرة من اعلى لاسفل كده، والخيط مواجه ليا بالطريقه دي كده اهي. تمام، هاجي الف الخيط بالشكل ده، ارجع الابره بصبعي بالراحه وايه، واقرب الغرز اهي كده، ارجع الابره واسحب الغرز بالشكل ده اهي، الف الخيط وارجع الغرز تاني اهي كده اهي، الف الخيط بالشكل ده الف الخيط، نطلع الغرزة بالشكل ده اهو. كل شغل مكرر، بس اهم حاجة تحكمي في الايه، الغرز ما تفلتش منك اهي. ودي زي ما قلنا ما بتجيش من اول مرة، تدريب الطريقة دي كده اهي بالشكل ده. ده وش الايه، وده وش الغرزة، بيدينا زي 7 و8 كده اهي، وده الظهر بتاعها. نعمل السطر كمان، نفس الشغل اهو، وارجع الابرة بالطريقة دي اهو، انا قصدي اكررها علشان نستوعبها مع بعض اهي. نلف الشغل ده، تالت سطر اهي، الخيط قدامنا ونلف حوالين الابرة اللي بننقل عليها اهي بالشكل ده. بعد كده اهو هي كده الغرزة وضحت، وهتبان الاختلاف بيها وبين ايه، الغرزة العدلة. بالشكل ده بالطريقة دي كده اهي، والشغل اكتر مش هيبان الا لما بقى ايه، نقسم الشغل مثلا سطر عدل وسطر مقلوب. هنشوف الغرز بقى دي بعد كده. احنا طبعا خدنا الاساسيات اللي هو الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة، هنحتاج منهم او هنعمل منهم غرز كتير جدا بعد كده إيه، بس هم دول اساس شغل التريكو. ده كان فيديو النهاردة حبايبي، اتمنى ينال اعجاب حضراتكم. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش من اللايك وتشير الفيديو إيه، الاشتراك في القناة حتى يوصلك كل جديد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.